السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل دكت ليجند، بمعنى ان انا هعمل ورقة فيها كمية الهواء اللي ماشية بعدد قليل 30 لتر بير سكند قد ايه، اللي عامل 50 قد ايه. هنشوف ازاي نعملها مع بعض. اول حاجة باجي من الانالايز دكت ليجند واحطها هنا. بيقول انت عايز تعملها بالفلو ولا بالفيلوسيتي، هختار التانية. هلي لون لي الضغطات الموجودة في المشروع وعمل لي اللي أقل من 4 متر في السكند قد ايه، من 4 لـ6 متر في السكند قد ايه. الجدول اتعمل، ولو حصل اي تغيير في المشروع الجدول ده بيتعدل تلقائي، وده بيوفر لي وقت كتير جدا ان انا اعيد الحساب بتاعتي او اعيد الليجند. لا، هو بيترسم جاهز، وفي اي تعديل هو بتعدل تلقائي في الريفت. عمرو سليم.